بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم من مختلف الجغرافيا الأردنية، ممثلين كافة أطياف الشعب الأردني الواحد، أرحب بكم هنا في مجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية أجمل ترحيب، شاكرا ومثمنا لكم هذا الحضور في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا لإطلاق المشروع الوطني الكبير على مستوى العالم بإذن الله. يتفضل رئيس مجلس إدارة الحقيقة الدولية الإعلامية سعادة الدكتور زكريا الشيخ لشرح فكرة المشروع الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميعا أصحاب المعالي، أصحاب السعادة والعطوفة، سماحة الشيخ الفاضل مفتي عام المملكة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة سنبعد اليوم عن لغة الخطابات، لأن اليوم يوم يجسد حقيقة معاني مئوية الثورة العربية الكبرى، وهذا اليوم يأتي ضمن احتفالات المملكة العزيزة على قلوبنا التي تمكنت في خضم الإقليم الملتهب، في خضم محيط من الأمواج العاتية، تمكنت بفضل الله ببراعة قائدها وربانها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الله يحفظه ويحفظ هذه العائلة الهاشمية الكريمة، تمكنت من الإبحار في هذا المحيط المتلاطم الأمواج، وما زال هذا القارب، هذه السفينة، هذه الباخرة العملاقة، عملاقة باخرة الوطن، تسير بأمان. ولذلك هذا اليوم يأتي لتتويج عوامل انتصار الدولة الأردنية. حينما أقول المملكة الأردنية الهاشمية لها عبقرية، وعبقرية هذه القيادة العزيزة على قلوبنا تنبع من ثلاثة أمور. أولا، تنبع من أن هذه العبقرية تمكنت من أن تحافظ على الأردن دون أن يراق بفضل الله نقطة دم من أبناء شعبها، فهي التحمت بالشعب، ولذلك كانت مقبولة لدى كافة أطياف المجتمع الأردني. النقطة الثانية، أنها احترمت نسيج المجتمع الأردني وعاشت معه هذا النسيج المختلف الورود، بستان جميل به زهور جميلة، هذه الزهور شكلت بستان الأردن الجميل ذو الرسالة، ليست فقط الأردنية بل التي تعدت الأردن إلى العالم لنعلمهم معنى التحام القيادة بالشعب. فلم تأبه على الإطلاق ولم تلقي بالا إلا للمواطنة الحقيقية، المساواة في المواطنة، ولذلك تعاملت مع كل أبناء الوطن من شتى الأصول والمنابت، تعاملت مع أبناء الوطن من شتى الديانات، ونحن الحمد لله رب العالمين لدينا الديانة الإسلامية ولدينا أخواننا المسيحيين المقدرين في بلادنا، فكان عنوان المواطنة هو المواطنة للأردني بغض النظر عن أصله، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن أي معايير أخرى. وأيضا العبقرية الثالثة، حينما كانت الصوت الأعلى والحقيقي لفلسطين والمسجد الأقصى، فهذه القيادة بعبقريتها استطاعت أن تقول للكون بأن هذه هي أرض الحشد والرباط، الأردن أرض الحشد والرباط، التي هي العمق الاستراتيجي والرئة الحقيقية التي يتنفس منها أبنائنا في فلسطين. حينما ينظرون إلى الأردن ينظروا إلى الرئة الأخرى، ينظروا إلى الشريان النابض، الشريان الذي حقيقة يمنح الحياة لهذا الشعب العظيم. وما حدثت معان قبل أيام، قبل يومين، إلا دليل على اختلاط دائما الدم الأردني، وهذا الدم الذي اختلط ليس فقط من أبناء قواتنا المسلحة
مخابراتنا العامة، ولكن حتى ملوك بني هاشم اختلطت دمائهم بالدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ولذلك هذه العبقرية التي مكنت القيادة الأردنية من الاستمرار، واليوم نحن نحتفل بمئوية الثورة العربية الكبرى التي دافعت عن العروبة برمتها، تحتاج هذه إلى توثيق. حقيقة ذاكرة الوطن تحتاج إلى أن توثق هذه الذاكرة، ولذلك جئنا بفكرة مشروع بعد طبعا أن تم التشاور مع جهات عديدة في أردننا الغالي. فكرة المشروع تنبع من وراء قضية غاية بالأهمية، وهي أرشفة وتوثيق ذاكرة الوطن في مئوية نفرد لها أكثر من 60 ساعة من الحوار، من النقاش، من الالتقاء مع ما يزيد عن 700 شخصية أردنية يحملون ذاكرة الوطن. هذه الذاكرة اللي رسخت بأذهانهم وبفكرهم نريد أن نوثقها، ومن ثم يخرج من هذا التوثيق وهذه اللقاءات خلال أكثر من 60 ساعة بث متواصل على الهواء مباشرة، يخرج منها كنز معرفي، يخرج منها وثيقة وطنية تؤرشف كوثيقة وطنية لذاكرة وطن، تؤرشف وتوثق تاريخ الأردن خلال 100 عام السابقة، والتي ستكون بإذن الله انطلاقة لنا لتعزيز جبهتنا الوطنية. هناك العديد من الأفكار، ما طرحناه هنا هي عبارة عن خطوط عريضة. هذه الخطوط العريضة اليوم نحن نستضيف قادة الرأي العام، وجهاء العشائر الأردنية الكريمة، نستضيف نواب، نستضيف خبراء ورجالات من القوات المسلحة الأردنية الذين هم حقيقة سطروا أسمى آيات البطولة في ميادين الحرب ضد أعداء هذه الأمة، وما زالوا يسطرون يدافعون عن وطننا الأردني الغالي. ما ذكرناه هنا هي عبارة عن درافت مسودة لنستمع لاقتراحاتكم. هذا المشروع الذي سينطلق كأطول برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة عالمي يسجل بموسوعة جينيتس، سيترافق مع كرنفال وطني بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب، بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي، بالتعاون مع النوادي، مع الجمعيات، مع العديد من الجهات الذين سيرافقوننا خلال البث المباشر بخيام وطنية تبنى حول مبنى الحقيقة الدولية وعلى طوال شارع الحرية، هذا الشارع الذي نستمد أيضا قوتنا من اسم هذا الشارع، فالحرية التي كفلها الدستور، كفلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. ولذلك سوف نستمع إلى الاقتراحات، الأفكار التي يعني توجد لدى هذه النخبة الكريمة والطيبة من أبناء الوطن. فيما بعد كما قلت سيتم توثيق الشخصيات الذين سيشاركوا بهذه الاحتفالية الضخمة، وسوف يتم نشر وإصدار موسوعة أردنية لتوثيق ذاكرة الوطن. بنرحب فيكم جميعا. طبعا أنا بدي ابتداء أشكر الأخوة في اللجنة التي حضرت لهذا اللقاء وهذا البرنامج الذي سيقدمه خلال 60 ساعة متواصلة شخص منفردا. وهنا تأتي العبقرية، أن إعلامي واحد سوف يقوم بتقديم هذا البرنامج، وسيكون هناك فرق طبية طبعا مرافقة للإعلامي حتى يتأكدوا من جهوزيته ومن صحته وقدرته على الاستمرار. الأستاذ نضال الخرشة، هذا الإعلامي الأردني الأصيل اللي حقيقة بدأت الفكرة من عنده وانطلقت ليقنع مجلس إدارة مجموعة الحقيقة الدولية، ومن ثم بدأت المشاورات مع العديد من دوائر الوطن الغالية على قلوبنا، وانتهت اليوم بهذه اللجنة العليا التي إن شاء الله ستكون بمثابة النواة التي ننطلق منها إلى مشروع وطني عالمي ضخم يوثق في ذاكرة وأرشيف الدولة الأردنية. فأنا بدي أفتح المجال للأخوة الأعزاء
حتى يعطونا أفكارا مقترحاتا وشيمة الأخوة بينهم. يعني اللي بده يتكلم حيا الله الحديث مفتوح، ولكن بعد أن نستمع إلى كلمة توجيهية من فضيلة شيخنا العزيز الدكتور عبد الكريم الخصاونة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة، بداية أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الدكتور زكريا الشيخ على هذا المشروع الوطني الديني التاريخي المبارك، لأننا دائما نأمل من مؤسساتنا أن تقوم بمبادرات تفيد المجتمع، وخاصة في مثل هذه الأوقات، وقد غزا العالم التطرف والإرهاب، ولا بد من المعالجة لهذا المرض الخبيث تبدأ من كل مؤسسات المجتمع. فلذلك أنا أشكر الأستاذ الدكتور زكريا الشيخ وهمة البطل الصحفي الأستاذ نضال لخرشة على هذه المبادرة الجميلة التي ستتحدث عنها الأجيال ويتحدث عنها الأردنيون. وكذلك هذا الاجتماع المبارك الذي جمع نخبة طيبة من أجل الاقتراحات ووضع الأفكار والآراء التي يمكن أن يتحدث عنها في خلال هذه الفترة الطويلة، من أجل أن يستفيد الأردنيون وغير الأردنيين. أنا حقيقة ما كنت أتوقع أن أتكلم بين هذه الثلة المباركة من سادتنا وقادتنا اللي كانوا أشياخنا في القوات المسلحة وفي الحياة المدنية، وإنما فوجئت بالكلمة. والكلمة دائما المفاجأة، لو سئل الإنسان عن اسمه قد ينسى اسمه، خاصة مثل هذه أمام هذه الوجوه الطيبة. شكرا لكم، وشكرا لأستاذنا الدكتور حمدي مراد اللي دائما له وجود في كل يعني الأعمال التي تهم الوطن الأردن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى دائما جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يكون فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ونسأل الله أن يبقى الوطن لحمة واحدة متكاتفة في ظل القيادة الهاشمية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنفتح باب الاقتراحات والنقاش. باشا تفضل. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس هذه المبادرة سعادة النائب الشيخ زكريا الشيخ على هذه المبادرة وعلى هذه المبادرة الوطنية الطيبة التي تحترم وتقدر. حقيقة لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك تغييب وغياب لاحتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الثورة العربية الكبرى.
الثورة العربية الكبرى قيم وقيمة تأصلت وتجسدت في لدن الهاشميين. الهاشميون الذين هم فجروا هذه الثورة مع أحرار العرب من شتى أقطار الدول العربية. هذه المبادرة الكريمة والتي تنطلق من فضائية الحقيقة الدولية، الحقيقة الدولية التي تعكس حقيقة الوطن الأردني وتعكس حقيقة النظام السياسي الأردني في هذا الوطن. هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة التي تحترم وتقدر والتي تعمل من أجل الوطن ومن أجل المواطن ومن أجل إظهار الحق والحقيقة، حقيقة لها ولرئيسها كل الاحترام والتقدير. هذا الاحتفال الطيب الكريم وأنا أعتبره ضرورة وطنية أن نحتفل في هذه الأيام وفي هذه الظروف القاهرة والقاسية التي تمر فيها الأمة العربية، أن نحتفل بالثورة العربية التي انطلقت عام 1916 من أجل تحرير الأمة العربية من نير الاستعمار، من الجهل، من الفقر، من الضلال. لكن هذا المشروع النهضوي العربي الرائد التي قاده الهاشميون اجهض بسبب عوامل داخلية وخارجية واستعمارية. في هذه الأيام يجب أن نحتفي ونحتفل بهذه المناسبة، وأنا أقترح أن يكون انطلاق الاحتفال من هذه الفضائية صاحبة المبادرة، ويكون الاحتفال أمامها وحولها، وأن يحجز هذا الشارع شارع الحرية حتى يعكس أن الثورة العربية الكبرى انطلقت من أجل الحرية وفي شارع الحرية. فيجب أن يكون هذا الاحتفال عفوي، يجب أن يشارك فيه الجميع، يجب أن يأتي الأردنيون الأحرار من كل حدب وصوب إلى هذا المكان ليعلنوا على الملأ وليعلنوا للعالم وللأمة العربية أنه إحنا موطن أحرار العرب، وأنه القادة الهاشميون هم الذين يسعون دائما وأبدا لتخليص هذه الأمة من أحقادها ومشاكلها وضغائنها، وأنهم يسعون دائما وأبدا أن يكون العنوان الكبير هو الحرية. وشكرا على حسن الاستماع. يتفضل أي من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة بتقديم أي اقتراح. معالي محمد عود نجادات، تفضل معاليك. الأشخاص اللي يتحدثوا مهم جدا أنه يكونوا هم على صلة ومعرفة بتاريخ ومجريات الثورة العربية الكبرى حتى أنه كلامهم يكون مسموع، وأيضا من اللي يتمتعوا أيضا بثقة واحترام من هذا الشعب. وليس كلها فقط حديث، يعني لا مانع أن يتخللها أشعار بالمناسبة، وأيضا أغاني تتناسب مع هذه المناسبة. أيضا اللي بيشاركوا فيها مش بس الختيارية ولا المسؤولين ولا أصحاب الخبرة والتجربة، بدنا أيضا الجيل الصاعد، شبابنا، أحفادنا يتحدثوا فيها، وخليهم على الأقل يراجعوا جزء من تاريخ هذا الوطن، وأيضا كمان كلمتهم تكون مسموعة لمناسبهم من العمر ومن الجيل. أنا بعتقد يعني هذه أهم النقاط اللي في ذهني حاليا، لأن إحنا مش ما حد يحضرنا للاجتماع لأنه كنا تحضيري هذا. شكرا معليك، بارك الله فيك. يعني ست نقاط بعدين احنا كلها بندونها ونذكرها فيما بعد. تفضل دكتور حمد مراد. سماحة شيخنا أصحاب المعالي والعطوفة، ضباطنا الذين نعتز بتاريخهم جزءا من عطاء هذه الثورة العربية الكبرى، إعلاميون صوت هذا الوطن الناطق عنه وبه وإلى الأمام، الأحبة جميعا، شيوخ عشائرنا، الصدور التي استقبلت هذه الثورة العربية الكبرى وأحاطتها بالتضحيات من أجل أن تكون هاشمية عربية أردنية مستمرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسب سعادة أخي
الدكتور الحبيب، وأنت تقدم عبر شاشتك هذا العطاء الوطني، وقد عهدنا فيكم دكتور زكريا هذه العطاءات عبر مسيرتكم. فنحن اليوم في ظل يوم أردني مشهود، مشهود بذكراه التي شكلت أصالة هذا الوطن في عمق عربي إسلامي، وأعطته مكانته الحقيقية وتاريخه الأصيل. وثانيا، قرن أثبت أن هذه القيادة الهاشمية بكل مراحلها، بدءا من الشريف حسين طيب الله ثراه، إلى الملك المؤسس طيب الله ثراه عبد الله الأول ابن الحسين، إلى باني الدستور الملك طلال طيب الله ثراه، إلى باني الوطن جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، إلى صاحب الجلالة أطال الله في عمره عبد الله الثاني. أعتقد عطاؤنا اليوم هو نهوضا للمحافظة على هذه الثورة وامتداداتها، وتجديدا لأنفاسها، ومزيدا من الالتفاف حول قيادتها حاملة هذا الإرث. إضافة إلى مقترحات أخي الباشا حفظه الله، أود أن أؤكد أن من نتائج عطاء هذه وهذا المشروع هو ما أشبه الأمس باليوم واليوم بالبارحة. فيوم أن تفككت الأمة كانت الثورة العربية الكبرى في نهايات الحرب العالمية الأولى، وكيف كان الطيف معقدا عبر مستعمرين طامعين، وعبر خلافة تعنصرت وشتتت الأمة وحاربت قياداتها الوطنية العربية وهي الخلافة العثمانية. وقفت القيادة الهاشمية في ظل تلك الظروف لتنقذ ما يمكن إنقاذه. اليوم وبعد 100 عام تعيش أمتنا أشبه بما كان بالأمس، وتقف هذه القيادة الهاشمية الحفيدة لتلك لتجمع الصف وتحرك القوى في وطن لا يملك إلا القليل في كل شيء، لكنه عظيم فيما أنعم الله عليه من قدرة جمع الصف، وفي المساهمة المباشرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأمة. أود أن يكون من نتائج محورنا هو قيادة هاشمية لعبت دورا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالأمس، ونحن بعد 100 عام نشهد ما وقعت فيه الأمة بالأمس، وإن كان بشكل وهيئة وتفاصيل ربما أكثر أو أقل تعقيدا، لكنها هجبة على الأمة ومن داخلها ومن خارجها. وها هي القيادة الهاشمية تثبت مكانتها وعطاءها. سنظل جنودا في ظلال هذه القيادة وفي خندقها المتقدم، نذود بالأرواح والأنفس والفكر والعطاء والإعلام. وبارك الله فيكم، ومعاً إن شاء الله يقدرنا الله على هذا العطاء. تفضل معاليك. حياك الباشا العميان، تفضل. ما هي الأمم اللي تعاقبت على الأردن؟ كنعانيين على سبيل المثال، مؤابيين، عمونيين، حتى اليونانيين اجوا على الأردن هنا، حتى أنبياء العهد القديم. الأردن ذكر في القرآن الكريم بطريقة غير مباشرة في سورة الأنبياء، حفظ الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم، وقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهو أرض مباركة. في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والأردن من الأرض المباركة. ما ورد فيه
في حتى قرى الأردن ذكرت في القرآن الكريم. صحيح. وإلى مدين أخاهم شعيبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ حتى قرى الأردن ذكرت في القرآن الكريم، والقصص يعني أصحاب الكهف قصة كبيرة كيف وردت في القرآن الكريم، وإكراما لهذا البلد الطيب الأرض المباركة. حتى الأحاديث النبوية الشريفة اللي وردت في الأردن عندما قال الكفرة أنه يعدكم بجنان كجنان الأردن، فهذه الأمور يجب أن تذكر. ثم المعارك التاريخية المهمة والفاصلة مثل مؤتة ومثل اليرموك وما تبعها وأضرحة الصحابة والشهداء من المسلمين في ذلك اللي بالفعل دافعوا عن الدين. إذن ما ورد في الكتاب السنة تاريخ الأردن كتاريخ والشهداء من أصحاب. ثم يمكن إحنا كعسكريين لابد من أنه لما نأتي إلى الثورة العربية الكبرى بداية مثل ما تفضل الأخوان نتكلم عن الهاشميون. من هم الهاشميون؟ قبل الإسلام وبعد الإسلام، لأنهم هم ملوك للعرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، حتى غير العرب هم أصبحوا ملوك، وهذا يمكن يساعدونا أخواننا المشايخ في هذا الموضوع. عندما نتكلم عن الثورة العربية الكبرى يجب بداية أن نتكلم بشكل عام عن جذور النزاع. لماذا؟ ما هي الأسباب اللي أدت إلى الثورة العربية الكبرى وتطور الأحداث حتى بداية الحرب؟ ثم النقطة اللي بعدها نتكلم عن الموقف أو ما يسمى بالبيئة، والبيئة تشمل ثلاثة: البيئة الدولية والبيئة الإقليمية والبيئة المحلية، وكيف كان دورهم. لأنه كان هناك لما نتكلم عن البيئة الدولية شو كان دور الفرنسيين والإنجليز في هذا الموضوع. الأمريكان ما كانوا موجودين، الأمريكان كان ترتيبهم رقم 35. شكرا لك باشا. تفضل باشا دكتور غازي. طيب أقول بأنه من الضرورة بمكان عند ذكر الثورة الثورة العربية الكبرى أن نذكر لماذا قامت الثورة العربية الكبرى، لأن هناك نفر كبير من الناس يعتقد وأعلن، وكذلك أحزاب إسلامية تشدد على أن الثورة العربية الكبرى أضرت بالدولة الإسلامية. عندما نذكر أن الطورانيين لغوا الخلافة الإسلامية سيكون ذلك مبررا للآخرين لأن يفهموا لماذا قامت الثورة العربية الكبرى في عام 1908. نعم، كما هو معروف قامت عملية الانقلاب وأسر محمد رشاد من قبل الانقلابيين، وأعلنوا بانتهاء الدولة الإسلامية في لحظة. هذا إذا عرف كل الإخوة هذه المعلومات القيمة سيكون لها أثر. ثم الإعدامات التي ثوالت على العرب، الإعدامات في سوريا في مصر وقهر وسجن كثير من المناضلين العرب والثوريين العرب الذين كانوا يطالبوا بمبدأ الإصلاح، ولأنهم طالبوا بالإصلاح وجهوا بهذه الغلطة. أقول أن هذه مرحلة مهمة وتبدأ من تركيا، ونحن يعني ممكن أن يكون هذا البرنامج برنامج القرن كما تريده أنت دكتور زكريا وكما يريده الإخوان اللجنة التحضيرية، إذا استطعنا أن نصور فعلا ماذا كان في تركيا في ذلك الوقت، كيف كانت تركيا، وفي صور موجودة. ومن ثم نأتي، كثير من الأتراك المؤرخين الأتراك لاموا الثورة التي الانقلاب الذي حصل على آخر خليفة إسلامي وهو محمد رشاد رحمه الله، ورفضوا أن يدفن في تركيا ودفن في حمص في سوريا. إذن هذه مرحلة. المرحلة الثانية نأتي إلى إعلان الثورة. إعلان الثورة لم يكن سهل، بل سبقته مراسلات، والمراسلات هذه دخلت في مرحلة دبلوماسية كبيرة مهمة أثبتت أن العرب وأن قائد الثورة العربية الكبرى كان له مكاتب
أشبه بمكاتب وزارة الخارجية في الوقت الحاضر، وهؤلاء كانوا يكتبوا وأصبحت هناك مراسلات وسميت بمراسلات الحسين مكمهون. إبراز هذه مهم جدا، ثم إظهار الوعود التي وعدوا الشريف الحسين بها بريطانيا، وكيف أعطت الوعود وكيف عاهدت بأنه سيكون للعرب دولة عربية واحدة يقودها رجل واحد، ومن ثم كيف نقضت العهد. وكيف المرحلة المهمة التي يمكن أن يتحدث بها هؤلاء القادة، وهم جميعا قادة عسكريين ولديهم الخبرة ولديهم المعرفة التامة بالأمور العسكرية، هي مرحلة العمليات العسكرية. ومرحلة العمليات العسكرية ستبرز بالتأكيد دور الأردن، وهو ما أراده الباشا العميان. شكرا باشا. شكرا الباشا دكتور ياسين المواجدة. أنا مع الأخوان أنه كمان نستقطب شخصيات عربية حتى ندعم هذا الاحتفال، وليس مجرد أنه مؤرخ فقط، لا يكون له دور أنه شخصية موجودة وبتساهم، لأن هذه الثورة اسمها الثورة العربية الكبرى، ما تختص في الأردنيين فقط. فعلينا أن نستقطب شخصيات قدر ما نستطيع، سواء كانوا موجودين في الأردن أما يبرز هويته الشخصية أو في الخارج. تاريخ الأردن، لمحت لنا شوي تاريخ الأردن قبل الثورة، يجب أن نظهر هذا دور رئيس. كيف كان يعاني الأردن من الحكم العثماني، وهاي الأمور كانت تصل للشريف حسين بن علي، سواء كانت هاي الأمور المساوي تصير في الأردن أو في الدول العربية الأخرى وخاصة بلاد الشام. فيجب أن نبين دور الأردن قبل الثورة، وكيف تم التواصل رغم صعوبته مع الشريف حسين بن علي من هذه المناطق اللي مترامية الأطراف. ولازم نبين يعني حتى الشريف الحسين بن علي ما كان بده الثورة، ولا كان راضي عن الثورة، ولا بده فصل عن الدولة الإسلامية، لكن هو وجد شيء يفرض عليه فرض أنه يجب الآن الأمور تسير في المجرى الصحيح، ويجب أن تظهر القومية العربية التي سعى الأتراك إلى طمسها نهائيا بأساليب مختلفة راح تذكر من خلال الحديث عنها. شكرا باشا، بس نعطي مجال للدكتور جعفر المعايطة امين عام حركة كلنا اهل. تفضل دكتور. سيدي، توثيق اسماء شهداء الثورة العربية الكبرى من كافة المنابت والاصول، وهذا ايضا مغير. نسعى للدور الاكاديمي اللي ممكن الدكتور بكر هذا المجال يقائم عليه، انه هذا التاريخ الشفوي الان هو مغير، وتوثيق هذه القصص من الاجداد الى الاحفاد دواليك، وثم توثيقها، وبالتالي حتى تكون مرجع للباحثين ومرجع للطلاب اللي هم معنيين بهذا البرنامج، وحتى سيدنا ممكن تكون هي عبارة عن قصص موجودة عندنا بالجامعات، وأنا مدرس في جامعة الرقاق، كنا في غرف المحاضرات، وبالتالي زي ما تفضل أقول أكون الباشا إنه لربما إنه تظهر قصة على السطح اللي هي لجد هذا الشخص أو لوالده أو والد، وبالتالي ممكن إنه هو يعني يحظى باهتمام وبالتالي يعتز فيه. ممكن سيدي احنا وفي ظل وجود انه مندوب الامانة يعصونا بدواس، انه سيدي احنا نحدد مكان الشيخ عقان عفوا كمان سيدي انا اسفه سيدي، ممكن احنا نحدد بعد مكان جغرافي نجيب هذا الشعب من المحافظات، وبالتالي نعمل عملية تضامنية مع هذا البرنامج في شارع الحرية زي ما تفضل عطوفة الباشا مازن القاضي. نعم الباشا مازن القاضي. شكرا لك دكتور ضامن المعايطة رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة موتة. مجتمعين اليوم انه يعني هذا حدث او مشروع وطني، رايحين نركز جهودنا بحيث انه يصل هذا المجهود او يتحدث عن الثورة العربية اللي يعرفوا الاجيال. احنا جزء درسناها من خلال انه كنا مارسنا العمل الحزبي او العمل التنموي، او اما في شباب حاليا يعني يغرر فيهم الثوره العربيه قامت على ظلم واستبداد الاتراك بعد 1908 لما تاسست جمعيه الاتحاد والتراسي، بلشوا في طمس اللغه العربيه، بلشت الجمعيات العربيه هنا تتواصل مع الشريف حسين،
بحيث انه شريف حسين قبل ما ياخذ التأييد الحربي كان بحاول ياخذ التأييد السياسي، بحيث انه بس حصل على تأييده كان في مخاطبات بين شريف حسين وبين الحكومه انه ترى ما كان يعني العرب حابين ينفصلوا عن الحكومه العثمانيه، بس لما الحكومه العثمانيه عدم اعطائهم اول شيء اللامركزيه كانوا طالبوا في اللامركزيه، كانوا طالبوا في تحسين وضع الشعوب العربيه، كانوا طالبوا في اضافه انه نكون جزء من الحضاره الاسلاميه، لانهم حاولوا يطمسوا الدين الاسلامي والامه العربيه. الدكتوره نهاد البطيخي عضو هيئه تدريس في الجامعه الاردنيه ورئيسه لجان المراه، رئيسه نادي المراه الثقافي والاجتماعي العاصمه عمان، تفضلي. الحقيقة أنه أنا عجبني كثير كلام الأستاذ الدكتور من جامعة مؤتة، عجبني كثير. أنا بدي أحكي ثلاث نقاط. النقطة الأولى دورنا كثير كبير في الجامعات وفي قاعات الدراسة، لها تأثير كبير. أنا لليوم بضلني أحكي لطلابي خمس دقائق بعيد عن مادتنا اللي بدنا ندرسها، خمس دقائق وينك يا وطني؟ أنت مين؟ حر؟ شوف الدلال اللي انت فيه، شوف الانتماء اللي انت فيه. انا لي 3 سنين في امريكا لكن قلبي من جوا يعشق الاردن وعمان ويحس قديش احنا في امان. وصدقا في امريكا كانوا يسالوني دائما، وعملت كنت كمتحدث رئيسي في امريكا عن موضوع الاردن، لماذا الاردن؟ سوريا فيها حروب، العراق فيها حروب، حوالينا لماذا الامان في الاردن؟ وكلهم كانوا يقولوا صدقا لدور العائله الهاشميه، سيدنا الله يرحمه كلنا ما بننساه اللي بنى الاردن وعمل الاردن جلاله المنصور له الحسين ابن طلال، والان سيدي جلاله الملك عبد الله الذي عرف عربيا وعالميا. جلاله الملك صدقا معروف هناك. واذا بدي احكي لكم الجامعه الفرجينيا اللي انا درست فيها لمده 3 سنين كلهم متشوقين للحضور للاردن ومقابله عشائر الاردن، وقديش احنا لبعض مهتمين، وقديش احنا في بلد امان وبنحب الامان. النقطه الثانيه غير دورنا بالجامعات، يعني المراه الام كيف بتطلع ابنها وهو صغير، الام وهي بتفهمه وبتقول له هي بلدك هي بيتك الثاني هذا الاساس، انتمي تاكل من خيره وقاعد منه، وانتبه ما بتقول لي جحني وجحيته واضربه ورصاصه، لا امي بالحوار يا امي بالكلام. انت عمره ما كان الصوت العالي بيجيب لنا نتيجه، دائما بنسمع وبنحكي وللاخر. فدورنا كثير كبير، دورنا كثير كثير كبير، وان شاء الله باذن الله هذه بس بدايه. اقول لكم صباح الخير، لكن ان شاء الله باذن الله انه رح نتعاون مع بعض ونكون لدور المراه الاردنيه اللي وصلت لمراكز عديده جدا. المرأة الأردنية شاركت بالوزارة والبرلمان وبالأعياد وأثبتت كذلك، أثبتت إنه الأردن بالنسبة لها أردن قوي، أردن يجب أن تعمل مع أولادها ومع طلابها ومع اللي حواليها. شكرا يا دكتورة. أستاذ هاني عطوفتك تسمح لنا بس ما بعد الباشا خير الدين هاكوز إذا تكرمت، تفضل باشا. صحيح النقاط اللي ممكن أن يتحدث فيها الواحد كلها ذكرت، لكن أكثر على النقطة اللي أوضحها محمد باشا لأن نأخذ الوقت الكافي للعودة ويكون في اجتماع آخر فيما بعد حتى نستطيع أن نناقش بعض الأمور اللي تحدثوا فيها، وحتى نستطيع كمان نعرف مين هم اللي ممكن أن يكونوا المتحدثين في هذا في المجالات المختلفة. أنت راح تحتاج في الوقت هذا متحدثين أكاديميين يحكوا عن تاريخ الأردن وعن تاريخ الثورة العربية الكبرى، وبنفس الوقت راح نحتاج متحدثين عسكريين يحكوا عن مراحل الثورة من وقت انطلاقها حتى النهاية، ومن ثم متحدثين سياسيين اللي يتحدثوا عن بداية الثورة ومن ثم النتائج اللي صارت في نهاية الثورة. نقاط أنا عندي مسجل الآن 22 نقطة من النقاط اللي تحدثوا فيها الشباب، أكثر من اللي حكيته ما بقدر أضيف، وبارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا لك باشا. رئيس مجلس عشائر إربد عطوفة المهندس هاني خريس، تفضل. أنا بطلب من الأكاديميين الأفاضل ومؤرخينا، حقيقة أنا يعني كنت أطلع على ردودهم، كانوا يدافعوا عن الثورة العربية بحياة بخجل، ما بعرف، أنا قضية مهمة جدا وقضية يعني نابعة من
ضمير الشعب العربي وضمير روح ديننا الإسلامي ضد الظلم، بيدافعوا عنها بحياة مؤرخينا. فبالتالي أنا اللي بطلب من مؤرخينا ومن أكاديميننا إنه يعني الدفاع عن الثورة العربية الكبرى بوضوح، لأنهم بيدافعوا عن يعني قضية شعب عربي تعرض للظلم لدرجة وصل في الأتراك بآخر عهدهم يحاول يتركوا اللغة العربية اللي هي لغة القرآن. وشكرا لكم. شكرا مهندسي. تفضل عطوفة الباشا وديع عزيز الصايغ. إنما ما طرح في الجلسة فهو واقع إن الأردن بلد أمان وبلد الحياة الآمنة والمستتبة، والتآخي ما بين الأديان جميعا، ودلالة على ذلك دعوتكم لي أن أكون مشاركا في هذه النظرة. شرفنا باشا، الله يرضى عليك. شكرا لك. الشيخ فيصل عواد سطام الفايز، تفضل. لا نريد نذكر فقط انه والله قامت الثورة العربية وبس، نذكر وين المعارك اللي صارت، وين الاشخاص اللي قبلوا بلا حسن، وين القيادات الاردنية اللي قالت وقابلت الشريف وبايعوا الشريف وبايعوا الملك عبد الله الاول، وقامت كل هذه العشائر موجودة. تقول الان تقول انه في صار بالاردن، بس مين اللي بالاردنيين اللي قاموا بالثورة؟ بدنا نعرف أسماءهم، بدنا نعرف مين هم عشائرهم. الثورة العربية الكبرى هي ما لازم تكون احتفالية بسيطة تلفزيون أو يوم أو يومين وبس، لازم دائما نحتفل بالثورة العربية الكبرى. مثل ما تفضل الدكتور أن لما درسنا إحنا صغار قرينا على الثورة العربية الكبرى. الآن المنهاج ما بيدرس الثورة العربية الكبرى حكي ولا شيء. لازم أبنائنا لازم يعرفوا بلدهم ايش هي كانت اول وايش صار. فاحنا نشكر كل جميعا، واكثر من هيك حكوا الاخوان كثير عن الثورة العربية الكبرى. شكرا. شيخ حسن حويل زبن، تفضل شيخ. اثبات العالم العربي حاليا والعالم الغربي انه النظام الهاشمي بعد 100 سنة من قيام الثورة العربية ثبت العالم قديش في أنظمة كانت حزبية، قديش أنظمة انهارت بعد 100 سنة رجعنا للمربع الأول من الهاشميين. هذا دينيا ودينيا. النقطة الثانية ربيع الشعب الأردني شعب طيب كريم صاحب مروة، يعني له فضل حتى بالأحداث الربيع العربي، كان كله ملتزم بغض النظر عن بعض الأصوات اللي كانت نشاج ولكن ما تنفع، ولكن القيادة قربة من الشعب بأي مناسبة بأي مجتمع ضيق يصير تلقى جلالة الملك عبد الله والسلام أبو صلاة والجميع عبد الله والجميع. لكن الظروف تغيرت الشعب، الملك عبد الله ما يقدر يجي كل مناسبة، لكن الأمور المصرية يكون هو الواقف على وزن الكلام. شكرا. يتفضل معالي الأستاذ الدكتور فايز السعودي. يعني أنا ما سمعت كل الكلام لكن سمعت آخر ثلاث متحدثين تحدثوا عن هذا الموضوع بكل صراحة. إذا أردنا أن نتحدث عن البعد التاريخي فالوثائق مليئة بالمعلومات ومليئة بأشياء إيجابية كبيرة، ولكن لا نقول بأن كل الأمور صارت بالاتجاه الصحيح، هناك أمور صارت بالاتجاه لم نرضاه لكن لا ننتقده في هذا الوقت من ذلك. أنا رأيي أن يكون هناك توجه لشخصية الثورة العربية الكبرى. ما هي شخصية الثورة العربية؟ ما هي الشخصية التي يجب أن تكون موجودة في هذا الوقت؟ يعني استنطاق تلك المرحلة المهمة في حياة والانطلاق منها إلى بعد جديد. إخواني، إحنا في الأردن لدينا برامج وخطط واستراتيجيات وكلام وحديث جميل، وأنا أتحدث في كل مؤتمرات التي أحضرها أقول بأن لدينا معلومات لو ذهبت إلى دولة أخرى وطبقتها لنجحت خلال فترة بسيطة، لكن نبقى نتحدث وبالواقع وبالفعل لا يوجد إلا القليل. إذا أردنا أن ننطلق من هذا البعد، وشكراً مرة أخرى إلى الحقيقة الدولية، يجب أن نبني أفكار جديدة وضامين من الثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى يعني عقبتها مراحل خطيرة في حياة الأمة العربية والإسلامية،
وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من ضعف حقيقة. يعني خلينا نعترف، يعني إحنا وضعنا إحنا في السليم، من قال وضعنا في السليم؟ حتى في الأردن بظل وجود القيادة الهاشمية الملهمة استطعنا أن نصمد، لكن إلى متى؟ هذا سؤال مهم يجب أن نسأل أنفسنا حتى منه نبدأ نعمل. يعني أنا حكيت في حديث سابق في لقاء يعني معين، قلت ما لازم نركن على أن وضعنا، إحنا الحمد لله بخير ضمن الإقليم، بس المرحلة القادمة ماذا تحمل الأردنيين؟ هذا سؤال مهم. الثورة العربية الكبرى بعد 100 عام بدنا نقيمها، مش نقيمها حتى نقول والله في خطأ هون وفي خطأ هون، لا، حتى ننطلق منها في بناء فكر إعلامي جديد، فكر إعلامي هادف يوصلنا إلى الطريق القوي. إحنا بكل صراحة بعض الأحيان نحيد عن الطريق القوي. شكرا معاليك. رئيس لجنة الحريات من قادة الصحفيين الأستاذ جهاد أبو بيدر. نحن كأسرة صحفية نساند زملاؤنا في الحقيقة الدولية في هذا المشروع الوطني الذي من هدفه وضع الأردن مرة أخرى عنوانا رئيسيا في أخبار العالم، وهذه أول رسالة سنوجهها من خلال هذا البرنامج أو هذا الباراثون الإعلامي الطويل والذي يحدث لأول مرة في التاريخ. والله يعين أخوي نضال وأخوي زكريا الشيخ عليه، 3 أيام ليست من السهولة بمكان، لقاء 700 شخصية ليس سهلا إطلاقا. أنا أعتقد أننا إذا أردنا أن ننجح هذه الفكرة النبيلة، نحن كإعلاميون في كل وسائلنا الإعلامية سندعم هذا المشروع بكل ما أوتينا من قوة. يعني المشروع لن يكون على شاشة الحقيقة الدولية فقط، إنما سيتم بثه أيضا على عدة فضائيات بالتعاون مع الحقيقة الدولية لنشر الرسالة بشكل أكبر، وليس لجمهور محدد هو جمهور الحقيقة الدولية على مساحة الوطن. ثانيا، أنا عندما كنت أستمع أنا أعجبني ما قاله معالي فايز السعودي، شخصية الثورة العربية الكبرى، هل هي ثورة أردنية أم ثورة عربية؟ هناك شعوب عربية لم تسمع بالثورة العربية، هناك جيل لم يسمع، ولذلك نريد تصدير هذه الثروة أو إعادة إنتاجها إلى الشعوب العربية. نحن الأردنيون نعرف ما هي الثورة العربية الكبرى، ونعرف ما هي أهدافها وكيف نشأت وماذا تحقق من خلالها، لكن هناك شعوب عربية لا تعرف ذلك. نحن نريد للثورة العربية الانتقال والتمدد إلى الشعوب العربية الأخرى حتى تكون فعليا هي ثورة حدثت من أجل العرب، وأن الرصاصة الأولى حدثت من أجل العرب وليس من أجل الأردنيين فقط لا غير. أنا أعتقد أن التخصص مهم جدا، استمعت لحديث كثير عن الجانب العسكري، الجانب السياسي، الجانب الأخلاقي للثورة العربية الكبرى. الآن هناك بيوت خبرة، لماذا لا يتم تقسيم تقسيم اللجنة التحضيرية إلى عدة أشخاص، أشخاص يتحدثون عن البعد السياسي والأفكار السياسية للثورة العربية الكبرى، أشخاص يتحدثون عن البعد العسكري وعن ما حدث في المعارك، أشخاص يتحدثون عن البعد الأخلاقي، البعد الديني للثورة العربية الكبرى، حتى يتم على لا تكون فوضى، وإنما تكون نوصل لمن يشاهدون هذا البرنامج أننا متخصصون فيما نريد أن نوصله كرسالة إعلامية. أنا أعتقد أنها ستبقى لمدة 3 أيام عنوانا رئيسيا وبارزا في جميع الأخبار العالمية، وهذه هي الرسالة الإعلامية التي نرغب نحن كإعلاميون بتحقيقها. أما الرسائل الأخرى فيجب أن تكون على كاهلكم أنتم في إيصال رسائل سياسية وعسكرية وأخلاقية عن ماهية الثورة العربية وشخصيتها بعد 100 عام، وأننا فعليا نريد إنتاج الثورة العربية الكبرى مرة أخرى. ويعطيكم العافية. الأستاذ جاسر أبو دواس عضو مجلس أمانة عمان، تفضل. يا شو الإرث الأردني الهاشمي اللي قدم للأردنيين على مدار 100 عام، وقيادة حكيمة وقيادة قوية بهالأسلوب هذا، والفكر ليش اللي في الأردنيين. وأنا متفائل يعني بجبهتنا الداخلية زي ما قال جزء عارض أطرفه، بجبهتنا الداخلية أنا متفائل فيها، لأن كلنا والله لحم واحد، دم واحد، شعب واحد، قيادة حكيمة قوية ما فيها إيش أي من جانبه أكد اللواء المتقاعد سليمان المنصير على أهمية عدم الاعتماد فقط عما هو مكتوب باللغة العربية، بل الذهاب إلى المكتبات التركية للإطلاع ليكون شاهدا على الثورة العربية. أعتقد أنها تهدف إلى تسليط الضوء على الثورة العربية صحيح الكبرى، سواء بتاريخها القديم أو الحديث أو منجزاتها أو الناس الذين ضحوا في سبيل هذه الثورة. أنا بدي بس أقول كلمة واحدة، وقد يساندني الدكتور بكر لأنه له الخبرة،
وهي أن لا نعتمد فقط على ما هو مكتوب عندنا باللغة العربية وعلى مؤرخيننا العرب، بل نذهب إلى مكتبات تركيا، مكتبات بريطانيا، ونشوف الأرشيف في كل منها، ونشوف ما كتب على الثورة العربية الكبرى حتى وقتنا الحاضر. مدير عام مستشفى الحميدة دكتور أحمد الحميدة أكد على تقديم الدعم الطبي الكامل لجميع المشاركين في البث التلفزيوني طيلة فترة عرضه. نضال حقيقة إعلامي نبع من الفكر والمعرفة، وهو يستحق أن يدخل موسوعة جينيس إن شاء الله. وكنت حقيقة خائف نوعا ما، ولكنني عندما رأيت هذه البيوت البشوات بيوت الخبرة والمعرفة كنت الآن أشعر بالراحة النفسية. أكيد بانبثاق لجنة تنفيذية سيكون إن شاء الله داعمين لك، وخصوصا بالمعرفة التامة، وهذه النقاط اللي سجلت لا يزيد عن 50 نقطة. أكيد أخي نضال أبشر أننا سندخل هذه الموسوعة بإذن الله تعالى. ثانيا بالنسبة لمستشفى الدكتور أحمد الحميدة، ونحن على بعد أمتار سنقدم كل دعم مادي وكل دعم طبي أيضا. سيكون هناك فريق حتى لو لم تطلبونا سيكون على لخدمتكم، وبارك الله فيكم وشكرا على استماعكم. مقررة تجمع لجان المرأة في الكرك ميسون بيضين قالت إن الأمة هي الأساس في تنشئة الطفل على عدم التطرق وتوعيتهم وتربيتهم على التسامح، ودعت السيدات إلى دعم هذا البرنامج في كافة محافظات المملكة. موضوع الثورة أو أي موضوع في الدنيا بيخرج من عند الأم، يعني إحنا نربي أولادنا على حب الوطن، نربي أولادنا يعني نعطيهم معلومات عن الثورة العربية. مع الأسف الشديد يعني على مستوى حتى المدارس ما تطرق لهذه المواضيع كثير. بتمنى أن يكون في كتاب وطني، كتاب وطني وطني مثلا، أنه يحكي عن كل شيء بخصوص المملكة من أول خطوة فيها. رئيس لجنة خدمات مخيم إربد محمود الطيطي دعا إلى التأكيد على الوحدة الوطنية خلال هذا البرنامج التلفزيوني الماراثوني. دافع عن هذا الوطن الغالي على قلوبنا، ليكن مثلاً بهويتنا رمز عروبتنا أو بعض الأمور، لأنه ممكن الوحدة الوطنية بالمئوية هنالك في فرق ما بينهما، أنه إحنا لجأنا منذ 67 عاماً إلى هذا الوطن الغالي على قلوبنا، وصلنا أنصاراً ومهاجرين أكثر منا تحدث عن موضوع الوحدة الوطنية. بالنسبة لبعض الاقتراحات أنا راح أكون مكتوبة موجودة وأقدمها للأستاذ نضال، وبقترح الإخواني يعني يكتبوا بعض الاقتراحات مثل الأسماء الشخصيات بعض الأمور وإرسالها بالفاكس للأخ نضال أو كذا حتى يكون الأمور ناجحة. شكرا. إحسين شاهين رئيس الهيئة الاستثمارية لمخيم حطين أكد على إعادة أخلاقيات الثورة العربية الكبرى إلى شبابنا، مقترحا أن يتجول البرنامج في كافة المحافظات. حقيقة هذا البرنامج الشيق نأمل من الله أن يجول كل مناطق المملكة بما فيها المخيمات الداعم الأول للثورة العربية الكبرى والمخلصين الأوفياء للعائلة الهاشمية على مر العصور. شكرا لحسن استماعكم، ونشكر الحقيقة الدولية مرة أخرى والدكتور نضال الذي بادر بدعوتنا لهذا اللقاء الجميل. شكرا. اللواء المتقاعد محمود الخريشة أكد على الاستقرار الذي يتمتع به الأردن الذي أصبح موئلا لأحرار العرب، وداعيا إلى التركيز على دور العشائر العربية التي قدمت دعمها للثورة. ما أود أن أقترح هنا أن إذا يعني الإخوة أصحاب المعالي والسعادة والسماحة تفضلوا وتحدثوا كثيرا عن تاريخ الثورة العربية الكبرى، علينا أن نركز على دور العشائر العربية. نحن في الأردن ولله الحمد نتمتع بوحدة وطنية عزة نظيرها في الإقليم، ليس لها نظير في الإقليم. عندنا تلاوين عديدة، لكن كلنا مجمعون على الثوابت الأساسية وهي النظام. هنا علينا أن نركز على، حتى لو يعني ذكرنا واحد من العشائر العربية، معنى ذلك أن إحنا نريد أن نستقطب أيضا الإخوة العرب في 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 دعم أفكار الثورة العربية الكبرى. الثورة العربية هي لكل العرب، فأتمنى إن شاء الله
أن تكون هذه المبادرة بالفعل زيادة في تنوير الشباب العربي والشباب الأردني لمزيد من العطاء. هذا خلينا نقول الطموح الشبابي اللي كانت مبادرته ممثلة بالأخ والزميل الدكتور نضال تمثل النموذج الشباب الأردني الطموح اللي بدأ. أنا يعني أعرف الدكتور وهو خلينا نقول في أيام الصبا هو طموح من البدايات. صحيح. هو فالآن هذه المبادرة نتمنى إن شاء الله أن تكون حافزا للشباب الأردني على أن يقدم الأفضل لهذا الوطن الذي يستحق منا الكثير. علينا أن نركز أيضا فيما يتعلق في وثائق وتسجيلات صوتية ماذا يقول الآخر عن الأردن. شكرا. عضو مجلس أمانة عمان عبطان الغرير دعا إلى تكثيف الشرح عن الثورة العربية الكبرى في المناهج المدرسية، كما دعا وزارة الخارجية والسفارات إلى توزيع كتيبات عن الثورة. فأنا أطلب الآن حقنا على وزارة التربية والتعليم أنها تحط بالمنهاج التدريس ذكرى لهذه الثورة. وزارة الأوقاف كل يوم تعمل اجتماعات، لم أسمع واتطرق إلى الثورة العربية الكبرى، فهذه عليها يعني واجب، لأنه الأطفال والنساء والكل يطلعوا لهذه الخطبات اللي تجري يوميا من وزارة الأوقاف في أي منطقة من المناطق. وأنا أطلب من سفراءنا بالخارج إن كمان يحملوا دفتر مخصص للثورة العربية الكبرى من أجل أن يتم توزيعه في هذه البلدان، علشان يعرفوا أن الثورة إحنا كأردنيين هناك لا مطالبة، الحكم الهاشمي هو لا بديل له في هذا البلد، لأننا لا نقدر نستغني عن الهاشميين، فيجب أن نحافظ على هذا الحكم، لأنه الحكم هذا معنا وعشيرتنا وعشيرتهم واحد. حقيقة أنا بس من إحنا من جيل أبهاتنا أجيال أحرار العرب، أنا بتمنى أنه أحرار العرب اللي هبوا أيام الثورة العربية الكبرى وأتوا إلى الأردن وحضنتهم العشائر الأردنية وكانت يعني ملاذ لهم، أنا أتمنى أنه كمان نذكروا أنه هم حتى نثبت أن الثورة العربية الكبرى هي ثورة للبلاد العرب كلها. والآن لو هذه الثورة العربية الكبرى ما تم غدر الإنجليز لها وكانت في سوريا وفي العراق ما وصلت بلاد هذه لهذه اللي وصلت عليه، لأنه حكمة الهاشميين إنه هم كانوا دائما بتعاملوا مع الناس بكل احترام وكل خلق وبعطوهم حقوقهم. فأرجو إنه ننسى أحرار العرب، وعندي أنا من الوثائق ما يثبت إنه أبهاتنا لما أجوا وين احتضنوا وين كانوا وين طلعوا. وشكرا سيدي. المختار غازي أبو عقولة من لواء رمثة دعا إلى التوثيق الصادق لحدث الثورة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية، لأنه إحنا حقيقة يعني دائما نفتقر للجنة اللي تكون مرجعية لمثل هاي المناسبات. ثانيا العرب ظلموا من خلال التاريخ، اللي بيكتبوا التاريخ بيكتبوا وجهة نظر ما بيكتبوا تاريخ. التاريخ يجب أن يكون صادق بغض النظر أنت تحب أو تكره، فلذلك التوثيق القادم يجب أن يكون صادقا بغض النظر عن الانتماء أو الاتجاه السياسي أو العرب. ثالثا الأكاديميين لازم يكون لهم دور، لأنهم الأقدر على مخاطبة الشباب وعقول الشباب، خاصة أن جامعاتنا بتحوي أعداد كبيرة جدا من الطلاب العرب والأجانب. الشيخ فيصل الخريشة رئيس نادي شباب عشائر الخريشة دعا إلى إبراز دور الشباب، لافتا إلى أن هناك فعاليات شبابية ستكون في خيام وصواوين حول الحقيقة الدولية خلال فترة البث. بس إحنا اقترحنا طبعا اقتراح من الأندية الشبابية أن نكون نعمل احتفال حول الحقيقة الدولية بالمناسبات الوطنية جميعها، ودعم للأخ نضال الخريشة حتى يستمر 3 أيام متواصلات، يعني يكون متزامن مع البرنامج. نعم صحيح. كرنفال وطني أكيد رأيه. نعم. يكون متزامن مع 3 أيام اللي يكون فيها البرنامج مطروح، وإن شاء الله إحنا ما إحنا رايحين نقصر، سواء إنه الأندية الشبابية من جميع المملكة الأردنية الهاشمية، وأخذنا الأوكي من رئيس مجلس الأعلى للشباب ما قصر كمان، ورئيس الأندية الشبابية الأخ والزميل نمر الغنانين
وألف شكر لكم، وطبعا هذا اجتماع خير إن شاء الله بعون الله الكريم. عبد الحكيم سماوي من مخيم الوحدات أكد على إبراز الثورة العربية الكبرى في المناهج المدرسية، وأن الثورة العربية هي في وجدان كل أردني. هي الثورة العربية هي ناقصة بس أن تبرز في المناهج التعليمية في الجامعات وفي المعاهد وفي الكليات وفي المدارس، هذا الذي ينقص، لأنها كانت موجودة بكثافة وفي الآونة الأخيرة خفت من المناهج. نرجو أن تعود هذه إبرازها في المناهج التعليمية كافة في الأردن. نائب خير أبو سعيليك قال أن الثورة العربية هي حدث عربي وليس أردني، ومن الواجب الاستعانة بغير الأردنيين لتوثيقه. الشكر موصول إلى مركز الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث على هذا الجهد، وجهد وطني بامتياز. الحقيقة الحدث هذا حدث كبير، والمهمة الملقاة في تغطية هذا الحدث هي مهمة وطنية بامتياز. وأود أتحدث هنا في نقطتين محددتين. النقطة الأولى، هل الثورة العربية حدث أردني؟ أنا أدعي وأقول أن الثورة العربية الكبرى ليست حدثا وليست مهمة أردنية فحسب، بل هي ثورة لكل العرب. أما وأنها ثورة لكل العرب، فبالتالي أقول أنه من الواجب أيضا أن نستعين بغير الأردنيين لتوثيق هذا الحدث، لأننا نريد أن نظهر هذا الحدث في حجمه الحقيقي، فهو ثورة لكل العرب. ومن من من الحصافة في هذا الأمر أن يكون لدينا ويشاركنا في توثيق هذا الحدث من هم غير أردنيين، لأننا نحن كأردنيين عندما نتحدث عن هذا الهدف وعن هذه الثورة نتحدث من الزاوية الأردنية، لكننا طموحنا أكبر والطموح مشروع، ونحن نعتقد أنها ثورة إصلاحية لكل العرب. مدير الأندية والهيئات الشبابية في المجلس العالي للشباب نمر الغنمين قال إن هناك 350 ناديا تحت مظلة المجلس ستدعم هذا البث التلفزيوني الماراثوني. كانت فكرة رائعة جدا، كما تحدثتم يعني فعلا هذا الموضوع يجب أن يظهر إلى العالم، يجب أن يعرفوا الحقيقة، وأهم شيء هو الحقيقة. فإن شاء الله بإذن الله خلال هذا الأسبوع، أنا طبعا ينتمي أو تحت مظلتنا في المجلس العالي للشباب 350 نادي موزعات على 13 محافظة، ل 12 محافظة وإقليم البتراء، 238 نادي و12 هيئة شبابية، وهم يعني أنا في خدمتي 17 عام في الأندية متعاونين جدا وتحت الطلب، يعني إذا طلبنا منهم أي شيء لا يتوانوا أبدا. فإن شاء الله بإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع سيتم الترتيب، ومع الأخ فيصل رئيس نادي الإخرشة في الكرك على تنظيم هذا الموضوع حول الخيام أو البناء، وهم مستعدون إن شاء الله، ولكم كل الدعم وأهلا وسهلا فيك. شكرا. المؤرخ الأردني بكر خزر المجالي أكد على إيصال فكرة الثورة العربية الكبرى إلى فكر الشباب، وأنه يجب التعامل مع الثورة العربية كمشروع نهضوي للأمة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الذي سيوثق تاريخ الأردن خلال المئة عام الماضية. كل تفضلت فيه الآن بحديث عن البعد الداخلي، البعد الدولي، البعد العربي للثورة، وقد بدأ في عام 1850 ميلادي، وليس فقط مع مطلع القرن العشرين، أن تاريخ الحركات النهضوية والمفكرين اللي برزوا في الشام تحديدا في دمشق وبيروت، وهؤلاء هم الذين وضعوا فكر النهضة العربي، وهؤلاء هم الذين صاغوا ميثاق اسمه ميثاق دمشق في عام 1915 بشهر آذار، وقدم هذا الميثاق إلى الشريف حسين بن علي بعدما اختاروه قائدا لهذه النهضة. وأعلن المنسق العام للمشروع زكريا الشيخ في تصريحات صحفية عن انتخاب سماحة مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة رئيسا للجنة التحضيرية، ورئيسة نادي المرأة الثقافي والاجتماعي المحاضرة في كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية نهاد البطيخي مقررا، فيما أرجئ انتخاب الناطق الإعلامي لاجتماعات لاحقة. فإذا وافقت اللجنة أن يكون رئيسا يعني للجنة التحضيرية بنكون سعداء. تثنوا، الله يبارك فيك. وبالنسبة للمقرر الدكتورة نهاد البطيخي، حياك الله يا دكتورة. في أي اعتراض على دكتورة نهاد البطيخي تكون مقررا؟
بدنا نأجل الناطق الإعلامي حتى يتم التشاور مع المؤسسات الإعلامية الأخرى بطريقة بتكون أفضل.